أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج ضيف يوتيوب، ويانا اليوم شخصية جميلة، شخصية عراقية معروفة بالشارع العراقي علي العراقي. شلونك حبيبي؟ حبيبي حسوني فيديوهات لك شلون؟ يا بعد قلبي طبعا علاوي أبو قلب الطيب، طبعا أخ قبل لا يكون ضيف البرنامج. شلونك حبيبي علاوي؟ حبيبي فيديو راحت لك بخير، ذات بخير حسون. يا بعد قلبي طبعا قبل ما نبدا الحلقه اتمنى من الجمهور الكريم خلوا لايك، شاركون بالقناه، فعلوا الجرس، واسمعوا حلقه علاوي اكثر من 100 الف لايك لان هو يستاهل وصاحب بسمه جميله. فيديو راحت لك يقدرون فيديو راح لك اني قوي. جاهز الاسئله؟ جاهز. اسمك، عمرك، تحصيلك الدراسي ومن وين؟ اسمي علي عادل، من بابل، عمري 16 و17، تحصيل دراسي رابع علمي. رب ان شاء الله النجاح والموفقيه. علي عادل، من اكتشف علي عادل وخلاه يطلع للسوشيال ميديا؟ اللي اكتشفني وجد ما اوصل شهره وهذا يرجع الفضل لله، ثم الفضل وراه استاذ علي فاضل. تحياتنا لعلي فاضل. طبعا هواية دزولي هذا السؤال، وطبعا انت مجاوب عليه بالحلقات بس الجمهور حاب يعرف شنو السبب ما رحت الولاية بطيخ؟ ها السبب اهلي امه والله سبب. يعني تعطيك نجومية اكثر من بيها انت اليوم بالشارع ولاية بطيخ؟ صح. وقتها كان يعني انفجارات وهاي، فخافوا علي. والله ابوي سبورتي قال لي يلا امشي، بس امه بكتها خافوا. ورا ما صارت امان والوضعيه صارت زينه، ايش عجب ما رحت وكملت وياهم المسيره؟ ما جتني دعوه. علاوي، طلعت لك هوايه فيديوهات بيها انت تناشد بايدن، تناشد ترامب، هل تشوف هذا الشيء صحيح بصوره فكاهيه؟ مثل اللي يقول يريد يطش باسم العراق، فالجمهور حاب توضح له هاي الفيديوهات اللي طلعها، احنا نشوفها كوميديه وتضحك الشارع وتوصل ترند، وان شاء الله نشوفك طالع بقنوات تلفزيونيه عربيه وعالميه. فلشوف اليوم هذا فدور. يعني تشوفها كوميدي، تشوفها سخريه، تشوف انت اليوم؟ با اول شيء نزلت فيديو هاني مال على الكهرباء وعلى الانترنت، قطعت فتره طويله، رحت محل مال الغلاف كان يقول ليش ما تسوي لك مناشده على المطار. حلو، جت الفكره، اقتنعت وما مقتنع، فما ادري شلون بالصدفه قعدت من النوم صورت صعد الفيديو اكثر من اصدقاء. شنو كانت ردة فعلك؟ اقول لك شغله كل ما قايلها باللقاءات، اي فيديو مناشده قبل ما انزله شوفه الاصدقاء، اذا ضحكه وانزله، اذا باهم واحد ما ضحك ما ينزل. رب ان شاء الله يحفظكم دائما يا اخوي. فدوا رحت لك، فاكثر من صديق قال لي انت بالمناشدات الضحك ما ادري شنو، والهدف من المناشدات والله العظيم اوصل حال الشارع العراقي. وهذا الشيء ذكرته يمكن بالبي بي سي، ما اعرف بها قناه ذكرته، الهدف مالتي المناشدات اوصل معاناه الشعب لا اكثر ولا اقل. شنو كانت ردة فعلك من شفت فيديو مالتك يعني منشور على الوطن العربي ودعيتك قناة عربية عالمية وشنو تضيف بهاي القناة؟ شنو كانت ردة فعلك؟ والله ردة فعلي عن حد الآن يومي الصباح أشوف اللقاء، فردة فعلي كانت كلش قوية وكلش فرحان يعني حد هاي اللحظة. علاوي، شنو السبب قناتك تهكرت؟ اللي يقولي صاعد قناته ويبيعها، اللي يقولي يستغل متابعين، شنو السبب؟ الجمهور حاب يعرف. والله القناة تهكرت ورا ما انتشر فيديو جو بايدن، ما اعرف هل هي مترتبة او لا، ولحد الان ما ترجع. صار لها تقريبا من يوم 3 وراح نطوي شهر الثاني، صار لها تقريبا شهر. القناة يعني مو مبيوعة، واذا تريد حتى صورة ادزلك انه قناة انحذفتها رسمي من اليوتيوب ودا حاول ارجعها. علاوي الشاب الجميل صاحب البسمة بالشارع العراقي، هواية تجينا تعليقات أو رسائل من متابعين علاوي تجي تهديدات، هل هذا شيء صح؟ لو غلط حاب الجمهور يعرفه من علاوي. لا بالعكس، لا لا يعني شيء غلط هذا وما جاني أي تهديد لحد الآن. علاوي ما مسوي شيء. علاوي لك فيديوهات بالكيمونة او لك فيديوهات مثلا لابس نص وكذا وبيها سخريه وبيها مثل تجاوز، يعني لفظ بسيط احنا نشوفه مثل اليوم اللفظ بالشارع مثلا تجاوز او كذا، شوف اليوم لائق علاوي نزله لو شوفه غلط؟ لا انا باكتها غلط كان،
غلط غلط كلش. نزلت هيك شنو ردة فعلك على التعليقات اليوم اللي تنزل على علاوي؟ تعليقات تجاوز وسب وكذا. والله قبل كنت اهتم يعني انا يعني احد اسباب بيعتي للقناة الاولى هي هاي سبب تعليقات، اما حاليا ابوع فقط للي اللي اللي يزيدون من طاقتي اكثر الاقل. شنو السبب بعد قناتك الاولى؟ واليوم اي شاب يتمنى يكون عنده قناة متفاعلة وبيها مشاهدات واسمه معروف، شنو السبب اللي بعتها؟ حسوني كانت يعني كان عمره بوقتها يمكن 13 سنة يعني استوني ها طلعت اي تخيل انت عمرك 13 سنة يسبوك يغلطون عليك في شار بالفيس وين ما كان، فكنت تدمر نفسيا يعني كنت محارب من الجمهور العراقي. كانوا اهلي همات فبعدها بس هسه من شوية تبالت ما ادري شنو رجعت في 2019 قيمة مواتها مبارك بس للناس الزينة واللي تدعمني فقط. علاوي اريد سؤال منك جاوبني عليه بكل صراحة. ماشي. علاوي من كان مو علاوي يعني كان يعني بداية مسيرته باليوتيوب يعني بسيط على ما نقول عليها مشتركين على قد حاله، اليوم علاوي من صار نجم وصار مشهور وطلب بعض القنوات، شنو ردت بعض المشاهير عليك؟ هل تقربوا لك مشاهير مصلحة؟ لا انا ما اتقرب لاي مشهور. وخلي اقول لك كم شغله قناتي توقف يعني توقفت انا عن السوشيال ميديا كلها سنه كامله. من سال عليك ولا بلش قناه جديده؟ لا رحت لا خابرت يوتيوبر لا خابرت مشهور. قلت له يابا تعال دعمني. حلو. ابد. لين تدري ليش؟ لين اعرفهم يعني مع احترامي للزينين اعرفهم لا يدعمك يريد فلوس منك يجي. باكر عقبه حتى اسوي دعم مجاني باكر عقبه تصعد تغلبه بالعدد يقول لك كان صعدتك ما ادري شنو شفيني شرهم. حلو. اكو يوتيوبرين انتقدتهم، شوف انتقادك لهم صح لو غلط؟ صح 100%. شنو ردة فعلك على امير بروز؟ يجوعني والله الكلام يجوعني. علاوي انت مع ام ضد علي العراقي او يوميات واحد عراقي؟ شوفها الاولى قناة عراقية. ما تابع صراحة يعني مو انتقاصا منه او شيء بس احس ما يعني ما تابع. هواية بالتعليقات مال حلقتك اجوا جمهور وقالوا علاوي يحب علاوي فحاب يعني تعطينا هل هذا الشيء صح لو غلط لو ما عندك علاقة به الولد؟ بالعكس هو شوف يوميات يوميات هو علاوي هم اسمه علي. بدايتي فيديو للوداع هم يعني هو انتقدني يعني كنت بوقتها ضجت منه للأمانة كنت بعد صغير فما أعرف هذا انتقاد أو تنمر أو غير إلى آخره. بالعكس لا علاوي خوش ولد بس قلت لك أنا ما أتابع يوتيوب ومحتوى حلو ده يفيد العالم أنا شفت له أكثر من الفيديو. نشوف هسه بنغير محتوى صار كلش حلو صراحة قصاص وداي داي واحد العالم لا كلش يعني بس أنا قلت لك ما تعب عضوج. من اليوم القناة اللي يكرهها علاوي؟ أكرهها يعني أكره القناة ترى مو أكره صاحب المحتوى. أي القناة المحتوى. القنوات العائلية بأجمعها. شو شوفها مصلحة؟ مو قصة مصلحة بس مسخوها لأبعد الحدود يعني ما أعرف ما بقى شيء ما صوره علاوي إذا أجاك شخص بالشارع حسه وتجاوز عليك شنو تكون ردة فعلك؟ إذا أجاني شخص تجاوز عليه إذا أنا ما متحارش بي فهاي الله الكتاب عادية شو سوي؟ ما لا ما أدري لا هاي بس لا إذا أنا متحارش بي عز تعالى. هم يجونك متابعين للبيت؟ لا ما متابعين أنا ما البيت. من تطلع للشارع شو جمهور يحبك علاوي صورة علاوي نحبك متابعينك بالموضوع ايه صح. تشوف نفسك مشهور لو طاش؟ من 17 موجود واكثر من فيديو ليه مشهور ولحد هذه اللحظة لين لو طاش لفيديو لنفترض طاش لفيديو وراها اختفيت لا اعتبر طاش بس لا انا مشهور. اليوم انت كعراقي وطالب حقوق اخوانك العراقيين وتشوف نفسك توصل صوتك
يعني بالسوشيال ميديا وشوف عندك جمهور يقدر يشارك الفيديو مالتك ويوصله ترند. اذا اجتك الجنسية اللي ببالك يا جنسية غير العراق حاب تكون هو بابا ما حد يقدر ينكر اصلا العراقي يبقى عراقي بس كعيشة او شيء او جنسية يعني مثلا اللي يتمناها بعد العراق يمكن دبي الامارات. حلو على طار دبي اكو فيديو نزله مناشدة تريد محمد المكتوم مدري من هو يرفع صورتك برج خليفة شنو ردت فعلك لو هذا الشيء صار حقيقة شنو ردت فعلك راح تكون؟ انا عندي هدف من هذا الفيديو بس تنحط الصورة احكي شنو الهدف. الله شو شوف تصير لو ما تصير. اي والله راح اظل احاول بيها. حلو كلش يعني حظل احاول اللي حطه وصورته محسن منك ابو حسان والله بدون مجامله يعني انا جاي احكي وياك ومبتسم لان جاي اذكر فيديوهاتك اضحك بيهن طبعا انا متابع اول باول يعني من 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 فيديوك البدء بالبدايه الى الوداع لحد هذا فيديوك انسان طيب وخلوق يعني انسان يعني الله شاهد يعني ما عنده مصلحه مو من النوع اللي يتلوت اللي يطلع يتبتبت دور يحكون علي واللي يطلع دور يدورون مشاهده براسي وكذا لا انسان على طبيعته وحتى ما عنده اختلاطه هوايه بس جتنا معلومه خطره عندك علاقه بسامر جيرماني شنو علاقتك بيه؟ كان صديقي كان شنو السبب كان خابر نسولف لا يعني هو مشغول انا مشغول يعني ماكو خلاف لا ماكو خلاف انطيني يوتيوبر تحبه احلى مرجاني تحياتنا العلاوي بس ارد اسالك سؤال خاص هذا السؤال طبعا ياكل بيه وهواي متابعينك قالوا لي اسئله وحلفوني علاه عندك علاقه لو ما عندك لا والله ما عندي علاقه يعني معقوله ما عندك معجبه يعني وحده فانز باخر اقول لك هذا موضوع اصدقائي يضحكون علي اصدقائي يضحكون علي اكو بنات يعني مثل صديقات او انا اختي مثل اختي بالقصص اللي بصمات صوت حلو فاصدقائي يضلون يضحكون علي يا ابي شنو ها فانا شو اقول لها لو شكرا اختي لو تسلمين هالسوالف يعني ما انطي مجال بين قوسين يعني ما له خلق صراحه يعني ثاني شيء بعدني عمري 16 سنه وين هالسالفه اذا اجتك الفرصه تتزوج لو ما تتزوج والله حاليا لا حلو لان بعد ورا الدراسه وراي هواي شغل علاوي لك فيديوهات طبعا معلي به اللحيه وكذا وانت شاب اسمراني فاليوم نشوف اكو هوايه شغله الميمز ياخذون فيديو علاوي يسوون عليه ميمز وكذا شنو ردت فعلك من نشوف فيديوهات عليك والله هو اول من بداها تيمور تحياتنا تيمور جيت من اشوف تيمور بالبدايه اتونس حلو بس شفته قام يحط صوري وهالصور على الواعي ايه جدا تنرفز صدق اضوج يعني شخصيا اضوج بس كتبت له بتعليقات هو الولد يعني حباب وما شاف تعليقي قال لي هاي جدا بس حاليا لا بالعكس الميمز حلو ما في شيء ضاحك تحياتنا التيمور طفت الكهرباء يلا اوكي عادي طفت؟ يعني انت هسه مناشدتك حقيقيه يعني بثناء اللقاء وطفت الكهرباء طفت الكهرباء والله اليوم مناشدتك على الاول مناشدتي الوزير الكهرباء يعني شوف حالي انظر بحالي اي والله انا نرفز ترى راح نرفز وصير عصبي والله مظلومين يعني بثناء الحلقة وطفت الكهرباء طبعا علاوي ضيف كل الجميل ووردة وعلاوي طبعا اخ وصديق الله شاهد وانا متابع له من بدايته لحد هسه علاوي شنو ضيف كل الجميل وجاوبت على كل الاسئله بالظلمه اللي طفت بها الكهرباء حبيبي حسون احنا اليوم نخليها الحلقه نفسها والاضاءه نفسها والظلمه نفسها على مود نثبت للعالم اليوم جاي نمر احنا نسوي مثل لقاء او جاي مثلا ولد عنده مثل لقاء ويا شخص ويريد يصور طفل كهرباء او عنده دراسه هاي اليوم حالكم مثل حال علاوي تحياتنا لك ابو حسان الورده صحيح حبيبي حسون فدر حلكاني هنا انتهت الحلقه والجميل والراقي علاوي لا تنسون تخلون لايك تشاركون بالقناه تفعلون الجرس احبكم هوايه وانتظروا الضيوف الجايه واحبكم وثيم الله.